مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من 7 داي سبورت. الحقيقة وحشتونا جدا الفترة اللي فاتت، كان غصبا عننا كده يعني ان احنا اختفينا فترة، ولكن رجعنا لحضراتكم بحلقة مهمة جدا 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 فيها ضيف عزيز جدا جدا جدا، ويلا بينا على طول نبدأ حلقتنا بالعناوين. استقالة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي. قبل المونديال الأهلي يؤمن صدارة الدوري بانتصارين على الزمالك والبنك الأهلي. اتحاد الكرة يبحث عن خليفة كلاتنبرغ ومفاجأة قد تقلب الموازين. منتخب كرة اليد يبحث عن ذاته في السويد ويواجه ألمانيا. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ واكيد هيبقى معانا طبعا الفانتازي زي كل مره، وضيف حلقه النهارده ضيف مميز جدا جدا جدا، اسطوره الوطن العربي وافريقيا واحد كبار نجوم الوطن العربي كابتن طارق دياب، هيبقى معانا خلال حلقه النهارده. لكن هنطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى عشان نتابع باقي فقرات 7 داي سبورت. رجعنا لحضراتكم مره اخرى، ولكن قبل ما نروح لاخبار النادي الاهلي في خبر مهم هنبدا بيه حلقتنا النهارده، وهو استقاله لجنه الانضباط بالاتحاد المصري لكره القدم في بيان رسمي. النهارده لجنه الانضباط بالاتحاد اصدرت بيان، الحقيقه هو مش صدمه لينا في اللي بنشوفه الفتره اللي فاتت دي يعني في الوسط الرياضي. نص البيان بيقول الاتي: بالرغم مما شهدته البلاد من انجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاصي والداني، الا ان المنظومه الرياضيه لم تواكب هذا التقدم، وشهدت المنظومة من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق، وهو المناخ لا يصلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيدة وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي وتطبيقا للوائح الاتحاد المصري والدولي. لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي دون مقابل مادي بالاتحاد المصري اعتبارا من اليوم، وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها. رئيس اللجنة طبعا المستشار محمد عبده صالح. والله يا جماعة مش لاقي تعليق أفضل من نص البيان الصادر عن قضاة محترمين بكل تأكيد، وكلامهم كان في الصميم. نخش بقى بعد كده على أخبارنا النهاردة، وبعد الخبر ده هنبدأ حلقتنا كالعادة من النادي الأهلي. الأسبوع ده الحقيقة كان مفرح جدا كرويا للنادي الأهلي، والحقيقة شفنا انتصارين مميزين جدا قبلهم كمان، من قبل الانتصارين دول ثلاث انتصارات ورا بعض، لكن يوم السبت كان انتصار نادي الزمالك. الأهلي انتصر على نادي الزمالك 3-0. الحقيقة كانت مباراة مميزة جدا شهدت تألق كهربا نجم النادي الأهلي اللي جمهور الأهلي في ظهره وهيفضل في ظهره لأنه نجم مميز جدا اشترى النادي الأهلي وموقفه لا ينسى الحقيقة. يعني طبعا هو راجل فولته عالي كده، ويعني هو راجل عنده كاريزما من نوع خاص في الملعب وبره الملعب، والحقيقة هو كهربته عالية شوية الفترة دي. وشهدت طبعا المباراة دي تألق كمان محمد شريف. محمد شريف نجم اكتسب الثقة مرة أخرى، عاد أحرز هدفين في لقاء الزمالك، ده هدف كهربا هو طبعا، الولد فولته عالي الحقيقة. المهم اللقاء كان متألقين نجوم النادي الأهلي فيه بشكل مميز جدا، زي ما قلت لحضراتكم محمد شريف أحرز كمان هدفين، وكمان اللقاء ده تحديدا شهد تألق أكتر من لاعب. حمدي فتحي كان مميز جدا طول فترات اللقاء. مش هنسى أتكلم بشكل مخصوص كده يعني على لعيبة مش واخدة حقها إعلاميا، يعني طبعا حمدي فتحي وكهربا ومحمد شريف وكل نجوم النادي الأهلي عملوا لقاء مميز جدا، لكن أنا عندي تعليق على عدم حديث الوسط الإعلامي الرياضي عن محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة وغيرهم. طبعا في نجوم جديدة تألقت في الماتش ده، عبد الفتاح مثلا نزل كأنه بقاله سنين بيلعب، مروان نزل كأنه ابن النادي الأهلي مثلا، لكن محمد هاني بقاله ست مباريات من وقت إصابة أكرم توفيق شايل الجبهة اليمنى دي على أعلى مستوى، عامل لقاءات مميزة جدا جدا جدا، عامل حاجة جميلة قوي 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 قوي، إن هو مستوى ثابت، مستوى ثابت وبيزيد وبيستفاد من كولر على قد ما يقدر. نفس الكلام لرامي ربيعة، أنت كان عندك المنطقة الدفاعية ورا دي مكان السردباكين فيهم إصابات وبيحصل فيهم ضربات كتير وبتاع، الراجل ما شاء الله عليه ثابت ست ماتشات أو أكتر كمان، حاجة مميزة قوي إن هو يعني رغم ان الناس ما بتتكلمش عليه وما فيش حديث غير عن طبعا النجوم المميزه اللي رجعت والهدافين اللي قدام وبتاع، لكن الناحيه دي
محتاجين ندعمهم. الناس دي رامي ربيعه في كاس العالم اللي فات عامل كاس عالم ولا احسن، ومستنيين منه في كاس العالم ده. محمد هاني ما ننساش كلنا ماتش بايرن ميونخ مثلا. الشناوي الناس بتستنى له يغلط، الناس بتستنى لمحمد الشناوي ان هو يغلط اي غلطه، لكن طول ما هو مستواه ثابت، طول ما هو متالق، ما حدش بيجيب سيرته. مش فاهم الحقيقه، هل ده ان هم متعودين مثلا يتصيدوا الاخطاء فقط، ولا وقت الدعم ووقت ما اللعيبه تبقى محتاجه دعمهم ومستواهم ثابت ومستواهم مميز ما يجيبوش سيرتهم؟ انا بصراحه هنا من شاشه قناه النادي الاهلي، وده دورنا ان احنا ندعم كل لاعبي النادي الاهلي، سواء اللي متالق منهم او اللي مستواه ثابت ومحافظ عليه والناس متعوده منه على ده. لا برضه ده ياخد حقه، يعني ده شيء واجب علينا كاعلاميين، وواجب على اعلام النادي الاهلي تحديدا. يعني ده كده كان خبرنا عن النادي الاهلي، وبننتقل بعد كده بقى للخبر اللي معانا بعد كده، بعد عوده النادي الاهلي المميزه جدا واستعداداته للسفر لكاس العالم. وطبعا هم دلوقتي جهزوا وتصدروا الدوري وكل الكلام ده، وجاهزين لبطوله مميزه جدا. نروح لكره الطايره. الفريق الاول لكره الطايره رجال بالنادي الاهلي حقق فوز على نظيره فريق بتروجيت في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري على صالة استاد القاهرة الدولي. أقيمت المباراة وقدم خلالها الفريق عرض مميز قوي 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 يعني، وسيطر على مجريات اللعب وظهر اللاعبين بالشكل مميز كالعادة يعني، ليحقق رجال طائرة الأهلي الفوز بنتيجة 3 أشواط نظيفة. المباراة كانت قوية جدا من جانب الفريقين، تقدم الفريق الأول، تقدم فريق كرة الطائرة في الشوط الأول بنتيجة 25-22، وتفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-19 قبل أن يحسم الشوط الثالث بنتيجة 25-17. ده يعني العادي من فريق الطايرة رجال، هم متعودين على التألق ومتعودين على التميز دايما. تعالوا بقى نروح لنتائج فرق النادي الأهلي في ألعاب الصالات في الأسبوع اللي فات، ونعرف هنلاعب مين كمان الأسبوع اللي جاي. ونبدأ بكرة اليد سيدات. فريق كرة اليد سيدات في النادي الأهلي يفوز على البنك الأهلي 36-17 ببطولة منطقة القاهرة. ونروح بعد كده زي ما معانا على الشاشة، فريق كرة رجال السلة يفوز على طلائع الجيش 183 في دوري السوبر. وبعد كده نروح لفريق رجال سلة الأهلي اللي بيفوز على الاتحاد السكندري 77-72 فأيضا في دوري السوبر، ده ماتش قوي طبعا يعني. ونروح لفريق سيدات كرة السلة، فريق سيدات كرة السلة يفوز على سبورتنج 81-79 في دوري السوبر أيضا. وطبعا زي ما كان معانا الخبر من شويه كره الطائره رجال، فريق رجال الطائره الاهلي يفوزوا على الاتحاد السكندري 3-0 في الدوري، وبيفوزوا ايضا على الطيران 3-0 في الدوري، ورجال الطائره ايضا بيفوزوا على سموحه 3-1 في الدوري. وطبعا فوز النهارده اللي كان معانا من شويه 3-0 في بطوله الدوري ايضا على بتروجيت. تعالوا نروح للمباريات القادمه، وهنبدا من يوم 27/1 الاهلي والطيران في دوري كره اليد سيدات. وعندنا المصرية للاتصالات والأهلي أيضا يوم 27/1 في دوري السوبر لكرة السلة رجال. دوري السوبر لكرة السلة رجال يوم 30/1 مصر للتأمين والأهلي. دوري السوبر لكرة السلة رجال أيضا يوم 1/2 طلائع الجيش والأهلي. ودوري الكرة الطائرة رجال يوم 2/2 الأهلي والزمالك في لقاء مهم جدا، دوري الكرة الطائرة رجال. ودي كانت الماتشات اللي معانا الأسبوع الجاي، ونتمنى التوفيق لفرق الأهلي في مختلف الألعاب. وهنطلع فاصل بقى عشان نرجع نستكمل باقي فقرات 7 داي سبورت، استنونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل عشان نتواصل معاكم ونكمل باقي أخبار 7 داي سبورت، ونتكلم عن أزمة الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج ورحيله عن منصبه في رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة. ما زالت الأزمة دي بتتصدر عناوين الصحف العالمية لحد النهاردة ولحد دلوقتي. طبعا الكلام اللي نشرته الصحف الإنجليزية ونقلتها عنها بقية المواقع، صحف أوروبا كلها، صورة غير سليمة عن مصر، والسبب كان تصريحات مسيئة صدرت من مسؤولين في أحد الأندية، لكن عمرها ما هتكون دي الصورة الحقيقية لمصر. كلاتنبرج اسم كبير جدا في عالم التحكيم، وكنا نتمنى استمراره في رئاسة لجنة التحكيم. كمان لازم نطلب أو نطالب من اتحاد الكرة سرعة التعاقب مع خبير أجنبي للحكام، لازم يكون في نزاهة وعدالة تحكيمية في الدوري المصري، ولازم الحكم اللي يغلط يتعاقب. ده مش هيكون إلا بوجود خبير أجنبي زي كلاتنبرج كده. كلاتنبرج كلامه عن منظومة التحكيم في مصر يعني يقلق جدا، لأنه إحنا كنا نتمنى تجربته تكمل للنهاية ويكمل الموسم معاه، لكن هقول لكم مفاجأة كبيرة جدا حصلت خلال الساعات القليلة اللي فاتت. باختصار شديد جدا الكلام اللي حصل بين كلاتنبرج واتحاد الكورة والكلام ده كله، بداية سلسلة المفاوضات ومفاوضات بشكل جديد شهدت تقدم بعد اقتراح من جانب الخبير الإنجليزي للتراجع عن استقالته.
لكن هيتم تحديد بعض الأدوار اللي هيقوم بيها، ومنها مثلا محاضرات تطوير الحكام ومواصلة إدارة اللجنة بالتنسيق وقت بين وجوده في مصر وخارج مصر، لأن هو كان الكومنت يعني ان انت بتخرج بره مصر كتير، لا هو خلاص قال هيمسك المنصبين دول ويوفق بين وقته. يبدو ان الازمه ممكن تشهد انفراجه، لان كمان الحلول دي هيكون من ضمنها تقليل مرتب كلاتنبرج، وده الحل النهائي للازمه الحاليه في ظل الظروف الاقتصاديه اللي بيعاني منها كره القدم المصريه مؤخرا. ده يظل مقترح، ما نعرفش الناس هتوافق عليه ولا لا في الاتحاد، ما نعرفش التفاوض ده هيوصل لايه في النهايه. احنا بنديله كل الصلاحيات دي، التفاصيل اللي عندنا، احنا بندعم هذا الرجل لانه هو الحقيقه الدوري في وجود خبير اجنبي، وبندعم عموما وجود خبير اجنبي، لان الدوري في وجود خبير اجنبي كان مختلف زي ما حضراتكم شفتوا. يعني الدوري في وجود خبير اجنبي ترتيبه اختلف، في فرق اختلفت في الترتيب، في فرق مكانها اتغير في جدول الدوري، فدي حاجه اظن لو كان مش موجود خبير اجنبي كانت هتفرق. كمان انا عن نفسي او كمشاهد كوره، يعني المشاهدين عموما بشكل عام شايفين الفرق في اداء التحكيم، ان اللي بيغلط بيتحاسب على طول، اللي بيغلط معروف في الاخر انه هينال عقابه. طيب لما الراجل يطلع ويخلي شكلنا بره يقول ان الناس بتتدخل وان بيتم تغيير، مش حلو. يعني النهارده انا اسف جدا في اللي انا هقوله ده، يعني شكلنا بره من الناحيه دي مش حلو خالص. يعني صوره الكره المصريه مشوهه بره قدام الناس، صوره الكره المصريه. انا يعني لو احنا دلوقتي بنتفرج كواحد عايش بره مصر في دوله اوروبيه وشايف اللي بيتقال ده، لا في حاجه غلط، في شيء مش منطقي ان يبقى حكم بقيمه كلاتنبرج، حكم عالمي، حكم انجليزي ليه سي في قوي، يقول كده عن مصر، مش حلو. اتمنى ان الازمه او الاقتراح بحل الازمه من خلال راي او اقتراح كلاتنبرج ده يكون يعني على الاقل يتفاوضوا، يحصل تفاوض. دي المعلومه اللي عندنا، ده اخر مستجد حصل في موضوع كلاتنبرج. اسمحوا لي النهارده هقول لقطه الاسبوع ناخدها بدري شويه، لانها مرتبطه بشكل غير مباشر باللي اتكلمنا فيه دلوقتي. امبارح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي نشر صوره ليه مع فتاه مصريه بتخبز عيش في مكان مطعم او حاجه مكان عملها، يعني صوره جميله جدا وابتسامه ومشهد رائع ولا اروع، وكمان تعليقه على الصوره كان حلو قوي. اتكتب بثلاث لغات، اللغة العربية والإنجليزية والألمانية. كولر قال: منذ آلاف السنين اعتبر المصريين القدماء الخبز مصدرا للحياة، حتى في اللهجة المصرية تستخدم كلمة عيش بمعنى خبز للإشارة إلى الحياة، مثل الخبز العيش يتطلب الأمر الكثير من الجهل والصبر والشغف لتحقيق أهدافك. وأنهى: المصريون يقولون كلمة كلت معاك عيش وملح، أي تبقى دائما العهد بيننا كأخوة الأخوة للأبد، يعني يتبقى العهد بيننا كأخوة للأبد أو أخوة للأبد. الكلمة دي والصورة دي أجمل دعاية لمصر، ومن راجل مخلص ومحب للبلد اللي عايش فيها. كمان الكلمة دي بتأكد أن ثقافة الكوادر الراقية أو يعني الناس الراقية زي كولر والرقي اللي هم عايشين فيه، وكلامه عن الحضارة المصرية بالشكل الرائع ده فعلا شيء ما يعديش كده مرور الكرام بعد الخبر اللي فات بتاع يعني كلاتنبرج. شوف بقى النادي الاهلي بيقدم كولر ازاي. شكرا لمارسيل كولر انك قدمت صوره حلوه عن مصر في وقت بعض المصريين للاسف تسببوا في ازمه شوهت صوره الكره المصريه في الصحافه العالميه. يعني انا فعلا بشكر هذا الرجل من قلبي، وده يمكن يكون علاج مؤقت للشكل او للصوره بتاعتنا بره في الوقت الحالي بعد ما حصلت المشكله بتاعت كلاتنبرج. انا تعمدت ان احنا نجيب اللقطه دي لقطه الاسبوع، لان هي ربطناها بالموقف اللي فات بتاع كلاتنبرج، ومش هقول انديه تانية يعني او اشخاص تانية، لكن الصوره اللي اتنقلت لمصر مش حقيقيه بدليل كلاتنبرج وبدليل مارسيل كولر. كلاتنبرج عنده استعداد للتفاوض، ومارسيل كولر بيقدم صوره مصر الحقيقيه. ده الناس اللي بتعيش في مكان راقي بتشوف ان دي صوره مصر الحقيقيه. الحقيقه فعلا فعلا لازم نشكر الراجل ده بره مجال الرياضه، بره ماتشات الكوره، بره الكلام ده كله، لا هو قدم دعايه لمصر كويسه، قدم لفظ رغيف العيش بشكل كويس جدا. احنا فعلا اللي بياكل معانا عيش وملح ما بننساش ده، اللي بياكل في مصر عيش وملح ما بينساهوش، والمصريين ما بينسوش العيش والملح ابدا. تعالوا بقى نروح بعد كده الخبر تاني، خساره المنتخب المصري لكره اليد امام نظيره السويدي بالدور ربع النهائي من بطوله العالم لكره اليد، بولندا والسويد. نتيجة المباراة كانت بفرق 4 نقط بس، يعني 26-22. منتخب مصر هيلعب
اول مواجهات تحديد من المركز بقى للخامس للثامن، ودي حاجه مش كويسه بالنسبه لمنتخبنا. احنا متعودين ان الناس دي بتوصلنا للمربع الذهبي على طول. يعني بكره الجمعه في بطوله العالم، والماتش هيكون ضد منتخب المانيا. نتمنى كل التوفيق لمنتخب كره اليد لانهم بيعملوا مجهود رائع وكمان بيحققوا نتائج مميزه. احنا متعودين من الناس دي او من فرقه كره اليد، منتخب كره اليد، منظومه كره اليد من اول الكابتن حسن مصطفى، متعودين منهم ان احنا بنوصل دايما للادوار النهائيه. يمكن البطوله دي حظنا ان احنا وقعنا في الدنمارك، وبعدين حظنا ان احنا بنلعب السويد اللي هي صاحبه الارض والجمهور، ما كانش في احسن من كده، او العرض طبعا ما كانش على احسن مستوى، يعني كان ممكن نقدم اداء احسن من كده. لكن هنلتمس طبعا العذر للفريق ده لانه ياما فرحنا. منتخب مصر للهاندبول من المنتخبات اللي فرحت فعلا مصر كتير جدا. اللعيبه دي رجاله، ولسه مطلوب منها انها على الاقل تكون في المركز الخامس بقى، يعني تبقى ورا المربع الذهبي. نتمنى التوفيق، كل التوفيق ليهم غدا في مباراه المانيا، وكل الدعم لمنتخب كره اليد. هنطلع فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره اخرى في 7 داي سبورتس، انتظرونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مره اخرى عشان نروح لاخبارنا العالميه. النجم المصري محمد صلاح. محمد صلاح النهارده في بعض الاقاويل وبعض الاحاديث عن ان هو ليفربول هيتم عرض محمد صلاح للبيع، عشان يبقى في الماركتنج جاي متاح ان محمد صلاح يروح نادي تانية، وبيقال ان المهتم باريس سان جيرمان. اظن ان المعلومه دي مش صحيحه. يعني بعد ما عملت كده بحث، معلومه محمد صلاح دي ممكن ما تكونش صحيحه بنسبه كبيره، مش صحيحه يعني. لان ليفربول وهو بيجدد لمحمد صلاح الفتره دي عامل حسابه ان هم بيبنوا فرقه جديده، وكلوب ممكن يكون في الفتره في الحاليه او الوقت الحالي في دروب، لكن هو بيبني فريق من جديد. نونز من اللعيبه اللي بيحاولوا يبنوا عليها، فوجود محمد صلاح مهم. التقارير الصحفيه الايطاليه قالت ان ليفربول سيكون منفتحا على بيع النجم المصري محمد صلاح بعد منحه عقد جديد لابقائه في ملعب الانديفل حتى عام 25. وذكر موقع كاتشو ماركاتو الايطالي ان كلوب غير مقتنع تماما باداء محمد صلاح. اظن دي معلومه غلط طبعا. وفي امكانيه لبيع هدف او بيع هداف ليفربول محمد صلاح. اظن ده برضو معلومه مش ممكن تكون صحيحه. ليه مش ممكن تكون صحيحه؟ لان ده احسن لاعب في العالم او من احسن لعيبه العالم في الوقت الحالي. فحتى لو هيتم التسويق لبيعه اكيد مش هيبقى بالطريقه دي. ده بالعكس، ده يعني انا لو انا مسؤول في ليفربول دلوقتي هعلن تمسكي بمحمد صلاح، لان ده راجل سعره عالي جدا، وراجل من اللعيبه اللي سوقها بيعلى فتره بعد فتره بتعلى. باريس سان جيرمان لو مهتم بمحمد صلاح، باريس سان جيرمان عندها مبابي، عندها ميسي، عندها دي ماريا، عندها لعيبه كتير جدا، فبالتالي هم ممكن يكونوا حاطينه بلان بعد كده، لكن اكيد مش في الوقت الحالي. زائد النجم بقيمه محمد صلاح لو ليفربول هيستغنى عنه اكيد هيبقى بمقابل مادي عالي جدا، واكيد المقابل ده هيبقى فيه تفوق كبير جدا من بدري قوي. فمش ممكن نصحى من النوم الصبح كده ليفربول احنا بنفكر نبيع محمد صلاح. صعب جدا، صعب جدا جدا. وكمان انت وانت بتتكلم مع مسؤولين باريس سان جيرمان، طب محمد صلاح ده اكيد مش هيجي يقعد احتياطي، وانت عندك امبابيه وعندك ميسي، فازاي؟ لو انت مسؤول في باريس سان جيرمان برضو هتفكر في الموضوع بشكل مختلف. ممكن تحط بلان بي في حاله رحيل ميسي مثلا، او في حاله لو ريال مدريد عايزه امبابي، ممكن تحط ده. في الوقت الحالي ده مش موجود، في الوقت الحالي ده مش سهل اصلا. يعني كمان انت بتتكلم على واحد من هدافين مش من هدافين ده هداف الدوري الانجليزي 3 مواسم ورا بعض، فاسمه في السوق كماركت، واسمه في السوق كواحد من اعظم لعيبه الدوري الانجليزي. ده مش كلامنا يعني، ده كلام الدوري الانجليزي نفسه. فبالتالي لما تيجي تسوق للعيب زي ده لازم تعلن ان انت متمسك بيه اصلا عشان يجيب لك فلوس اكتر. فليفربول مش بالسذاجه دي. اظن ان التقارير دي خانهم التعبير شويه، واظن ان هم اكيد هيبقى عندهم بلان ثانيه خالص غير دي لو هيعرضوا محمد صلاح للبيع. بالعكس، انت بتعرض لعيب اساسي كل الماتشات اللي فاتت، بتعرض لعيب بتبني عليه التشكيل اصلا في غياب ماني كمان، او في عدم ظهور ماني الفتره دي. فانت لا، ماني من ساعه ما راح بايرن ميونخ انت ما عندكش غير صلاح. ممكن لما فيرمينيو يرجع بقى ويبقى في اداء احسن شويه، ممكن لما الاصابات اللي في ليفربول اللي في خط الدفاع دي ترجع ويبقى في اداء احسن شويه تفكر، لكن اكيد مش دلوقتي خالص. يعني ده بالنسبه لقصه محمد صلاح. انا طبعا يعني في قصه محمد صلاح دي موقفي حساس شويه، لان انا من محبين محمد صلاح وتربطني علاقه طيبه باسره محمد صلاح، لكن انا ما اقدرش اقول لك ان في معلومه عندي، ما اقدرش اقول لك ان اقدر اقول لك محمد صلاح هينتقل لحته او لا. طبعا لا. ودي باختصار شديد جدا معلوماتنا عن قصه انتقال محمد صلاح. نروح بقى لخبر السوبر
الاوروبي. قرر الاتحاد الاوروبي لكره القدم اقامه مباراه كاس السوبر الاوروبي 2023 في العاصمه اليونانيه اثينا بدلا من كازان في روسيا. وذكرت اليوفا ان المباراه ستقام على استاد جوريوج كريس كريستيان، ملعب اولمبياكوس يعني، في العاصمه اليونانيه يوم 16 اغسطس المقبل في الساعه 10 مساء بالتوقيت المحلي لليونان. طبعا الخبر ده في نطاق مقاطعه الفيفا لروسيا، لان طبعا لسه المشاكل اللي بين الروس والاوروبيين موجوده لحد دلوقتي، فبالتالي ده خبر كان متوقع يعني. نروح للخبر اللي بعد كده، فوز سمو الامير علي بن الحسين بالتزكيه برئاسه اتحاد غرب اسيا لكره القدم لولاية جديدة تمتد حتى 2027. جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للاتحاد التي عقدت اليوم يوم الخميس في عمان. طبعا كل التوفيق ومبروك لهذا الرجل الرائع اللي بيحافظ على مكانه، هو كان مختفي بقاله فترة يعني، لكن نتمنى له التوفيق. نروح مع بعض دلوقتي للفقرة بتاعتنا المعتادة فانتازي 7 داي سبورت. فانتازي طبعا الفقره بتاعتنا، المنافسه كانت شديده جدا طول الجولات اللي فاتت اللي احنا جبنا فيها، ولقينا نجم جديد بقى ظاهر معانا في الفانتازي مشارك في الدوري بتاعنا، هو اياد تامر مسمي فريقه الاهلي فلازم يبقى اول يعني. الحقيقه هو صاحب اعلى عدد نقاط في الجوله دي ب 94 نقطه. تعالوا نشوف التشكيل بتاعه اهو، عامل حاجه جميله جدا، جاب نقط كتير قوي يعني. انا جبت 79 نقطه بس. هنشوف الترتيب بقى العام للدوري بعد دوري 7 داي سبورت، الترتيب التراكمي، وده الترتيب التراكمي معانا اهو. ما زال المتصدر طبعا محمد حمدي، يمكن هو الفريق ده بيلعب من زمان قوي، محمد حمدي متصدر ومجمع نقط كتير قوي، لكن ده في الاجمال. لكن اللي انتم شايفينه ده الترتيب بتاع دوري الفانتازي، واحنا في عدد النقاط الاجمالي في اول، لكن احنا هنجيب لكم بعد كده زي ما جبنا النهارده كده الاولاني في الجوله دي. احنا بعد كده عايزين نبقى نعرف بقى مع بعض الفرق او اكتر لعيبه بتجيب في التشكيل. انا عندي هالاند مثلا اكتر واحد جاب نقط في التشكيل ده، التشكيل بتاع الفانتازي. في ناس طبعا بيبقى عندها بعد نظر في الفانتازي اكتر من كده شويه، بتحط اللعيبه مش متوقع انها تعمل حاجه وبتعمل، لكن احنا المره دي هالاند من الناس اللي جت، هالاند من الناس اللي جت معانا يعني. هنروح بقى دلوقتي لنجم حلقه اليوم، وهو فعلا احد نجوم الكره العربيه والافريقيه، واحد من أساطير الكرة العربية بكل شكل من الأشكال، واحد من الحاصلين على الكرة الذهبية في أفريقيا، واحد من نجوم وأساطير تونس والترجي التونسي، كابتن طارق دياب وزير الرياضة التونسي السابق ونجم نجوم تونس وأحد عظام محللي الكرة التونسية. كابتن طارق دياب أهلا بحضرتك على شاشة 7 داي سبورت. كابتن كابتن طبعا هنحاول نشوفه تاني، في مشكله في الصوت مع كابتن طارق دياب. طبعا احد اساطير الكره التونسيه، واحد من اعظم لعيبه الوطن العربي وافريقيا، واحد من ليهم كاريزما كمحلل عربي، واحد ليه قيمه كبيره جدا كاسطوره. تعالوا في موضوع الاساطير ده تحديدا اقول لكم ان زيدان لما تم الزج باسمه في شيء كاسطوره فرنسيه، تم الاطاحه برئيس الاتحاد الفرنسي. ده أسطورة، أسطورة كبيرة جدا. نفس الكلام بيتم في أي دولة محترمة في العالم، اللي بيجيب سيرة أسطورة، اللي بيجيب سيرة رابح ماجر، محمود الخطيب، طارق دياب، عزيز بودربالة، أي أسطورة من أساطير الوطن العربي لابد من تقديرها، تقدير قوي جدا. قيمة الأساطير العربية يا جماعة حاجة لا تقدر بثمن. اللي عنده أسطورة يحافظ على قيمتها، دي وجهة وقيمة مشرفة، وفي نفس الوقت دي قدوة لشباب أجيال كتير جدا يعني. ما ينفعش ابدا باي حال من الاحوال يتم اهانه او الزج باسم اسطوره من الاساطير في اي شيء. انت شفت الدنيا اتقلبت في فرنسا لما اتجاب سيره زيدان بس، واللي كان بيرد اسطوره من اللي موجودين دلوقتي امبابي، ده اللي كان بيرد، اللي كان بيقول على ان مثلا رابح ماجر ما ينفعش حد يجيب سيرته، رياض محرز دلوقتي نجم الجزائر دلوقتي. الاساطير دي يا جماعه شيء لابد من استخدامها والترويج ليها بشكل يدي للكوره وللرياضه بعد كده روح نستخدمها لشبابنا وللاجيال اللي جايه بعد كده. انت بتتكلم في حد بقيمه زين الدين زيدان، في حد بقيمه رابح ماجر، في حد بقيمه كابتن محمود الخطيب. ده اسطوره مصر يعني، مش عارفين نقول ايه، ازاي اصلا حد يجرؤ ان يجيب سيره اسطوره من اساطير مصر بالشكل ده. فكابتن طارق دياب احد الاساطير دي، كابتن طارق دياب من المحللين الكبار في الوطن العربي، هو احد اساطير
القارة السمراء بكل الأشكال. في مشكلة بس في التواصل في الصوت مع كابتن طارق. طب يا جماعة لو في مشكلة ممكن نجيبه على التليفون، لو في مشكلة من خلال الزوم يعني. كابتن طارق دياب أحد الحاصلين على الكرة الذهبية، هو نجم من نجوم الترجي التونسي، يمكن كتاريخ تونس، كتاريخ تونس من الحاصلين على الكرة الذهبية الأفريقية تقريبا هو كابتن طارق دياب، حد يعني من العظام جدا 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 في الكرة التونسية. كتحليل بقى هو أحد نجوم التحليل العربي، حدث ولا حرج يعني، يمكن هو يعني من أقدم الناس في مجال التحليل الكروي. أنت بتتكلم على واحد فعلا أسطورة تونسية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تاريخ كابتن طارق دياب كبير جدا، ولكن أرجع وأتكلم مع حضراتكم في نقط إن الأساطير لابد أن يتم تقديرها في أي مكان في العالم. هنحاول نجيبه على التليفون لأن في مشكلة في الزوم، لكن إحنا بنتكلم في قيمة أساطير زيدان، رابح ماجر، بتتكلم في حاجات ما ينفعش حد يمسها. مارادونا باللي هو عمله ده كله أسطورة، رغم إن مارادونا أخلاقيا كان عنده بعض التحفظات، لكن في النهاية هو أسطورة، الناس بتقدسه. كل الحاجات دي وكل الكلام ده أنا بقوله ليه؟ لأن إحنا عندنا في مصر هنا مشكلة في تقدير الأساطير. تخيل، تخيل لما الكابتن محمود الخطيب يبقى بيتقال عليه كلام أي كلام. ده راجل رمز من رموز الكرة في مصر، ده راجل أنا مع احترامي لأي حد أو أي اسم ممكن يتقال يعني، لكن أنت لو سألت أي حد بره مصر عن الكرة المصرية هتلاقي محمد صلاح، كابتن محمود الخطيب، الكلام ده كله. نرجع بقى للكابتن طارق دياب، أسطورة الكرة التونسية. هو هيبقى معانا على التليفون لأن في مشكلة في الزوم. أسطورة الكرة الأفريقية وأسطورة الكرة العربية كابتن طارق دياب، أحد نجوم الترجي التونسي، وسعداء بوجود حضرتك معانا يا كابتن. أهلا بك أخ عبد الرحمن، وأهلا بمشاهدي القناة. أهلا بحضرتك في شاشة قناة النادي الأهلي كابتن. في البداية سعداء بوجود قيمة كبيرة زي كابتن طارق دياب على شاشة قناة النادي الأهلي، وهدخل موضوع الحلقة على طول معاك كابتن طارق. إحنا كنا بنتكلم دلوقتي قبل ما حضرتك تخش معانا عن الأساطير الرياضية وكيفية تطبيق الشرف بتاع الأسطورة ده، لازم الحفاظ عليه. لما يبقى فيه كلام على زين الدين زيدان في فرنسا، اللي بيطلع يرد كلام بابيه وبيتشال فيها رئيس الاتحاد، الكابتن رابح ماجر، الكابتن عزيز بودربالة، كابتن طارق دياب، كابتن محمود الخطاب، دي أساطير كبيرة للوطن العربي. اتفضل يا كابتن طارق، قول لي رأي حضرتك في تقديس الأساطير الرياضية في الوطن العربي. صحيح، أنا تألمت كثير على رابح ماجر، لأن رابح ماجر لاعب غير كل شيء في الكرة الجزائرية، يعني أعطى للكرة الجزائرية الكثير والكثير، خصوصا على الصعيد الدولي، ولاعب تعلق مع فريق بورتو. وبالنسبة لرابح ماجر اللي صار له معناتها المفروض ما يصيرش، لأنه كما قلنا لازم نحترمه، الأساطير نتاعنا. نشوفوا زيدان، معناتها زيدان إلى حد الآن ما تكلمش، ونشوفوا صار في رئيس الاتحاد، لأنه يحترموا الأساطير نتاعه. صحيح رابح ماجر ممكن كمدرب ما نجحش مع المنتخب الجزائري، لكن لازم يحترموا المسيرة نتاعه الرياضية، سواء مع الفريق نتاعه الجزائري او مع المنتخب الجزائري. واعتقد ان اللي صار مع رابح ماجر المفروض ما يصيرش مع اي لاعب في الوطن العربي، خصوصا اللاعبين اللي اعطاوا للكره معناتها العربيه ورفعوا معناتها الكره العربيه الى اعلى مستوى. ان شاء الله نتمنى انه يصلحوا الغلطه نتاعهم، خصوصا الاخوان الجزائريين اللي بالنسبه لي انا غلطوا مع اللاعب الكبير رابح ماجر. والصحافه لازم معناتها هي اللي تقوم بالشيء هذا، وهي اللي تحاول انه ترجع معناتها حسب رايي شيء القليل لرابح ماجر، يعني كما قلت انه رابح ماجر 7 أو 8 سنوات مستوى عالي مع المنتخب الجزائري، لعب كاس عالم نسبتين، حصل على الكره الذهبيه. رابح ماجر المسيره نتاعه في اوروبا من افضل اللاعبين العرب، لهذا نتمنى انه ما يصيرش مع نجوم اخرين عرب، بالعكس لازم نحترموهم، لازم نحترموهم، لازم معناتها نعطيهم يكونوا قدوه للاعبين الشباب واللاعبين الصغار واللاعبين اللي ينشطوا حاليا سواء في الدوري الدوريات العربيه او الاوروبيه. كلام محترم من احد اساطير الوطن العربي طبعا. طيب هنبدا بقى من ناحيه مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه يا كابتن، توقعاتك لهذه البطوله، والاهلي هيبدا امام اوكلاند سيتي، اللقاء قوي في الاول يوم 1 فبراير يعني. توقعات حضرتك للبطوله عموما ولمشاركه الاهلي في البطوله دي؟
والله ان شاء الله الاهلي عنده خبره كبيره، شارك في عديد المناسبات في البطوله هذه، وحان الوقت انه الفريق هذا يلعب الادوار الاولى ويوصل الدور النهائي، وليش لا ما يفوز بالبطوله هذه، لانه في كاس العالم الاخيره تعلمنا الكثير من البطوله الاخيره كاس العالم. نشوف المنتخب المصري المنتخب المغرب يوصل للدور نصف النهائي، نشوفوا المنتخب السعودي فاز على الارجنتين حامل اللقب، نشوفوا تونس فاز على فرنسا، نشوفوا اليابان اخرجت معناتها منتخبات كبيره منهم المانيا. ولهذا لازم معناتها النادي الاهلي يلعب حظوظه 100%، لان مشكلتنا احنا العرب دائما هناك الخوف، الخوف من الفرق الكبيره. لا اليوم ما عادش فما خوف، لازم النادي الاهلي فريق عريق، فريق يلعب الالقاب كل موسم سواء القاريه او المحليه، وفريق تقريبا عنده 7 أو 8 لاعبين في المنتخب. لهذا حان الوقت ان النادي الاهلي يلعب الادوار الاولى، عنده امكانيات يلعب الادوار الاولى، لانه يعني اسم كبير في العالم العربي وفي افريقيا. حتى الفرق الاوروبيه اصبحت تخاف من الفريق هذا. ولهذا ان شاء الله نتمناه ان النادي الاهلي يمشي يلعب البطوله هذه باش يفوز، مش باش يوصل دور الربع النهائي او النصف النهائي او النهائي. ان شاء الله نتمناه ان الاهلي مدريد، مش عارف هل دور النصف النهائي مش مدريد هو لو تأهل يلعب مع ريال مدريد فعلا كابتن. ان شاء الله ان شاء الله كل شيء ممكن، كل شيء ممكن. يلعب في لاتين الامريكي الاول وبعدين ريال مدريد سيمي فاينل بالظبط. ان شاء الله ان شاء الله كل شيء ممكن، خصوصا ان الريال يمر فتره صعبه، ريال مش في احسن حالاته. طيب انا هستاذن حضرتك كابتن طارق، هنطلع فاصل صغير وحضرتك هتفضل متواجد معانا نكمل حوارنا، فاصل صغير جدا وحضرتك هتفضل معانا لان عندنا موضوعات كتير جدا مهمه نتكلم فيها مع حضرتك. فاستاذنك بس في التواجد معانا الفاصل ونرجع على طول. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه عشان نكمل حوارنا مع الكابتن طارق دياب. كابتن طارق هنتكلم بقى مع بعض عن اللعيبه التوانسه المتواجدين في النادي الاهلي، علي معلول او محمد خريستو اللاعب الناشئ الجديد، هما كمان في قائمه النادي الاهلي لكاس العالم. حابب اسمع تعليق حضرتك عن علي معلول، احد اساطير النادي الاهلي حاليا كمان دلوقتي. اسطوره علي معلول، حتى مع في تونس لما كان في النادي الرياضي الساسي واضح ان اللاعب هذا باش يكون عنده مستقبل كبير في كره القدم، لانه لاعب عنده امكانيات باش يلعب مدافع، باش يلعب في وسط الميدان، باش يلعب مهاجم، امكانياته الفرديه مش نتاع مدافع. واعتقد انه علي معلول مشى للفريق اللي يتماشى مع امكانيات النادي الاهلي، فريق هجومي بامتياز، وفريق يلعب الالقاب، واحسن فريق في افريقيا. ولهذا تحسن كثير علي معلول في النادي الاهلي، واليوم اصبح اسطوره من اساطير الكبار في النادي الاهلي. نتمنى له النجاح والتوفيق رغم تقدمه في السن، لكن محافظ وهذا يهم جدا. واعتقد ان علي معلول اصبح قدوه للاعبين الشباب خصوصا التوانسه، لان اللاعب هذايا محافظ على مستواه. اللاعب باش يحافظ على مستواه يعني عاطي قيمه كبيره لكره القدم. لما تعطي كره القدم القيمه اللي تستحقها بطبيعه الحال تنزل. واعتقد ان حاليا علي معلول استفاد من النادي الاهلي، والنادي الاهلي استفاد كثير من علي معلول. طيب بمناسبه علي معلول، هل ترى ان علي معلول في كاس العالم كان المفروض ياخد عدد دقائق اكتر مع منتخب تونس، خصوصا لما ظهر في ماتش فرنسا كان متالق جدا؟ طبيعي طبيعي، في مدربين في العالم لما يكون عندك لاعب جيد ولاعب كبير وتعرف ان اللاعب هذا عنده امكانيه معناتها تستفاد منه، طريقه اللعب تقريبا تبني طريقه اللعب على اللاعب هذا. احنا علي معلول صحيح في الأربعة 3-3 او في الأربعة 4-2، بالنسبه لي انا علي معلول في 3-4-3 او 3-5-2 خصوصا مع المنتخب معناتها يعطي الكثير، وهذا شاهدناه في المنتخب ضد فرنسا لما لعبوا بثلاثه مدافعين اعطاه حريه كامله لعلي معلول باش يلعب الهجوم. شاهدنا المنتخب قدم مستوى جيد وعلي معلول كان في المستوى. بالنسبه لي انا اقطع المدرب لما ما شاركش علي معلول من المباراة الأولى من الدنمارك وحتى مباراة أستراليا. ولهذا أعتقد أن بالنسبة لي أنا علي معلول كان مكسب كبير للمنتخب التونسي. لكن هذه أحكام الكرة، كل مدرب وأفكاره، كل مدرب معناتها وطريقة اللعب نتاعه. لكن ما تفطن
الا في اخر مباراه، ولما تلعب بالتشكيله المثاليه اخر مباراه طبيعه الحال تخرج البطوله، لان يعني لازم تدخل البطوله بالفريق المثالي بالمنتخب المثالي. يعني عامل 9 نقاط، لما تخسر 3 نقاط او 6 نقاط خلاص احنا خسرنا تقريبا 3 نقاط مع استراليا. لو لعب علي معلول مع استراليا اعتقد كان المستوى يكون افضل للمنتخب التونسي خصوصا من الناحيه الهجوميه. طيب راي حضرتك في محمد الضو كريستو، هو لاعب ناشئ صاعد ولكنه ايضا لاعب تونسي كان بيلعب في نادي النجم، هو منضم حديثا للنادي الاهلي، شارك في عدد دقائق قليله جدا ولكن متوقع ليه مستقبل باهر، ودلوقتي النادي الاهلي بيثق في شخصيه اللاعب التونسي كمان، راي حضرتك في هذا اللاعب؟ ان شاء الله. هو بالنسبه لي انا اللاعب هذا محظوظ انه مشى النادي الاهلي عمره 19 سنه، ولهذا لازم معناتها مشى الفريق محترف كانه مشى الفريق اوروبي، لان يعني النادي الاهلي فريق محترف بامتياز، وعنده رئيس سيد محمود خطيب من افضل الرؤساء هذا في مصر وفي العالم العربي، ولهذا لازم يستغل هو الفرصه هذه. بطبيعه الحال مش تكون اساسي من الاول، مازال صغير السن وفي لاعبين افضل منه، ونعرف ان النادي الاهلي ما يصبرش، النادي الاهلي دائما يلعب على البطولات، لهذا هو لازم يتعلم، لازم يتعلم ولازم يصبر ويبقى على الدكه، ولما تتاح له الفرصه لازم يكون في المستوى. هو اللاعب النجم الرياضي الساحلي يتعلق سجل اهداف رغم سعر السن، وواضح انه اللاعب هذا عنده شخصيه، ان شاء الله يزيد يتحسن ويزيد النادي الاهلي يثقل اللاعب هذا، وان شاء الله النادي الاهلي يستفاد منه كثير وكثير، بطبيعه الحال هذا يمدد للمنتخب التونسي. ان شاء الله نتمنى له النجاح والتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. طيب دلوقتي الاهلي على قمه مجموعه في دوري ابطال افريقيا، والترجي التونسي ايضا على قمه مجموعه في دوري ابطال افريقيا، ووارد ان الاثنين يبقوا في النهائيات. هل شايف ان ممكن الاهلي والترجي يبقوا نهائي؟ وشايف مشوار الاهلي ازاي ومشوار الترجي ازاي في بطوله افريقيا؟ لا انا مع شر الاهلي والترجي، فما اليوم الفرق المغربيه تحسنت وتطور وعندها دوري قوي، والفرق نتاعها فازت بالبطولات الشامبيونز ليج في المواسم الاخيره الوداد والرجاء. اليوم عندك الفرق الجزائريه مخيفه تحسنت وتطور، لهذا ما عادش لازمنا ان البطوله هذه تنحصر بين الترجي والنادي الافريقي او الترجي الرياضي التونسي والنادي الاهلي. الزمالك زاد عنده فرصه كبيره. ان شاء الله طبيعي ان 7 فرق عربيه عندها امكانيه باش تترشح، رغم ان المجموعات ما يستاهل مجموعه صعبه، لكن انا عندي ثقه كبيره مع الترجي الرياضي التونسي ان شاء الله باش يلعب الادوار الاولى. طبيعي ان الاهلي لازم يكون موجود في النصف النهائي او النهائي، لانه يعني حاليا من افضل الفرق العربيه، والموسم الاخيره هو يفوز بالبطوله هذه، وثلاث مرات تقريبا وصل للدور النهائي، فاز في مناسبتين وخسر المناسبه الاخيره، ويبقى الفريق اللي لازم تخاف منه ولو حتى مش في احسن حالاته، لازم تخاف من النادي الاهلي لانه رد الفعل نتاعه دائما تكون قويه الفريق هذايا. ان شاء الله معناتها نتمنى، اهم شيء ان نشاهدوا بطوله المستوى نتاعها افضل المواسم الاخيره. وهذا طيب. اللي نلوم عليه بالنسبه لي انا رئيس الاتحاد الافريقي انه لازم يفكر في تطوير الشامبيونز ليج. طيب. يعطي اكثر امكانيات الشامبيونز ليج. طيب هو دلوقتي في بطوله دوري السوبر كمان الافريقي. دوري السوبر الافريقي شايف ان هو تجربه هيبقى اضافه للكره الافريقيه؟ شايف فرص الفرق المشاركه؟ هم دلوقتي مشارك 8 فرق بس تقريبا، منهم الاهلي والترجي ايضا. كيف ترى دوري السوبر الافريقي في اول تجاربه هذه السنه؟ لا هناك تسرع، رئيس معناتها عنده سنه وسنتين على راس الاتحاد الافريقي ومشى لاقوى بطوله سوبر ليج اللي هي الفيفا معناتها الاتحاد الاوروبي، ما رضاش باش يلعبها. نعرف ان ريال مدريد واليوفي وبرشلونه صارت لهم مشاكل، يعني حبوا يلعبوا السوبر ليج والاتحاد الاوروبي ما رضاش. يعني بالنسبه لي يكفي عنده دوري الابطال. بس السوبر ليج في افريقيا تحت رعايه انفنتينو كابتن، هل ده ضمان لنجاحه؟ لا انفنتينو يلعب، انفنتينو يلعب في لعبه، يلعب في لعبه كبيره انفنتينو، لانه المفروض الاتحاد الاوروبي اللي هو افضل منا
والفرق الاوروبيه عندها امكانيات كبيره بسبب السوبر ليج، هي ما تلعبش السوبر ليج. واحنا في افريقيا اللي عندنا فرق ما زالت ما عندهاش ملاعب، وعندنا فرق ما عندهاش امكانيات ماديه، وعندنا فرق ما عندهاش حتى ملعب تاع تمارين، ونمشيو للسوبر ليج. لا مش معقول. انا نفضل لو حسن الشامبيونز ليج، لو الابطال زاد اعطاها امكانيات اكثر ماديه، بطوله مثلا تولي 7 او 8 مليون دولار، ويعطي الفرق المشاركه افضل، ويزيد يحسن البنيه التحتيه في عديد من معناتها البلدان الافريقيه. وننتظروا حضروها ونعطيها وقت، سوبر ليج سنتين او 3 سنوات حتى الفرق تحضر نفسها، لان اليوم 8 فرق، ما معنى 8 فرق؟ ما معنى 8 فرق؟ يا اما تلعب سوبر ليج يا اما تشامبيونز ليج. والفايز مين باش يمشي لكاس العالم الانديه؟ مين باش يمشي لكاس العالم الانديه؟ هو لسه الامور مش واضحه فعلا لحد دلوقتي. هذه الامور مش واضحه، وهذا تسرع كبير، تسرع كبير مش معقول. اوروبا ما عملتش السوبر ليج، واحنا افريقيا نعملوا السوبر ليج. احنا الفرق اللي تعاني، المنتخبات تعاني والفرق والله تعاني. فعلا الراي احترم كابتن طارق. لازم نحترمه، نحترمه وهذا بطبيعه الحال هو راجل اعمال يحب يصل، لكن هذا تسرع. ماهوش 8 فرق، ما معنى 8 فرق؟ بيع الزمالك ما عندهاش حق، النجم الرياضي الساحلي ما عندهاش حق، الرجاء والوداد ما عندهاش حق، الفرق الجزائريه ما عندهاش حق. لا مش معقول هذا. هذا المفروض يحضر، يحضر برنامج كبير، مو سهل البرنامج هذا، يحضره بطبيعه الحال ويعرضوا على اولا الاتحادات الافريقيه. ماهوش معناتها منزل هو، ماهوش قران هو بالضبط، ويعمل فيه مش معقول معناتها وحده بدون مشاوره الاتحادات الافريقيه ورؤساء الاتحادات. وهذا اعتقد ان خطا كبير فسر هذا. صحيح انفونتينو هو يحب يلعب، انا قلت لك انفونتينو لماذا ما فرضش على الاتحاد الاوروبي؟ ما هو قويه انفونتينو، يفرض على الاتحاد الاوروبي بعد نعملوها احنا، يعمل الاتحاد الاوروبي بعد نعمله احنا، مش احنا نعمله قبل الاتحاد الاوروبي اللي عنده ملاعب وعنده امكانيات ماديه والتنقل سهل بين الدول. طبعا التنقلات في افريقيا قصه، وافريقيا اصلا الملاعب فيها زي ما حضرتك قلت قصص كتير يعني. يا راي طبعا حضرتك راي يحترم جدا 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 من احد اساطير الكره الافريقيه يعني. يعني انا فعلا كنت اتمنى ان الحوار بينا يبقى اطول من كده كتير كابتن، وكنت اتمنى ان يبقى الوقت اكبر من كده، لكن وقت حلقتنا خلاص بيخلص. وفعلا انا عايز اخد وعد من حضرتك ان حضرتك تكون موجود معانا تاني مره تانية، لان فعلا قيمه الكابتن طارق دياب احد اساطير الكره الافريقيه، احد نجوم افريقيا والوطن العربي وتونس، ووزير الرياضه التونسي السابق، قيمه كبيره جدا 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 جدا. بشكر حضرتك جدا جدا كابتن طارق، شرفتنا ونورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. قيمه كبيره جدا، قيمه افريقيه عظيمه جدا، احد رموز الكره الافريقيه، وهو افضل ختام لحلقتنا النهارده، وافضل ختام ل 7 داي سبورت الاسبوع ده، هو مداخله الكابتن طارق دياب احد رموز الكره الافريقيه والعربيه. على امل ان نلقاكم ان شاء الله في الاسبوع المقبل من 7 داي سبورت. انتظرونا الاسبوع الجاي، هيبقى معانا ايضا مفاجات تانية كتير. وفي الختام خير سلام.